السرطان صار بكل بيت، لأنه إجا الوقت نعرف عنه أكتر حتى نواجهه. تعالوا نسأل مجرب ونسأل حكيم بالكانسر أويرنس فيليج يلي بتنظمه جمعية بربارة نصار بالتعاون مع وزارة الصحة، بالإضافة للمستشفيات والجامعات والجمعيات. زوروا المعرض مجاناً بالفورم دي بيروت من صباح الجمعة 8 لمساء الأحد 10 شباط، واحصلوا على معاينات وفحوصات مجانية. برنامج المحاضرات والأنشطة بتشوفون على صفحتنا على الفيسبوك.